يبقى عندي القهوة معلقتين اتنين كبار من القهوة، جميل اهم، خلي شوية كده للوش، واقوم واخد عندي شوية لبن صغيرين، ويا سلام بقى شوية قرفة عليهم يخلوها في حتة تانية خالص، ونقوم قافلين الكلام الجميل ده هوت، ونبدأ نضرب الكلام ده كله مع بعض شوية صغيرين مع الحاجة ديت ونقلب. تضربي فيها كل ما بتتقل تتقل وتبدا اللي ايه تعلى، يعني 20 سنه كده كمان ونبدا نفصل ونشتغل بقيه المكون. السكر البني حوالي جنيه نص كوبايه من السكر البني، ونقوم حاطينها نرفع مع القهوه بتدي شغل عالي قوي، ونضرب. نبدأ بقى ناخد عندنا التلج، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التلج طبيعي بدا يعلي الحاجه زي ما حضرتك كده شايفه ويتقل معايا الحاجه. نبدا بقى ناخد اخر حاجه خالص اللبن، بص بقى بعمل ازاي الفوم ازاي، ونقوم حاطينه اخر حاجه ونضرب. بص الفوم تضربي بقى هتلاقي، بص يعني انت متخيله الكميه كانت فين؟ لحد هنا الكميه كانت كده، لما حطينا التلج بدا يعلى 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 مع اللبن لحد ما وصل لحد الكميه اللي حضرتك كده شايفاها، ولو ضربت كمان يطلع بره كمان. تعال بقى بص نازل ازاي، نازل زي الفوم ازاي جيمي، بص عشان اقول لك بس كميه الفوم اللي طالعه، بص عامله ازاي يا عيني، ده شغل عالي ده، خلي بالك اهو. بص 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 يا باشا في النص، حط ايه اضرب في النص كده تطلع لك الفوم كده اهو، شغل عالي. انزل بقى من الجام اعمل اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله. نقوم وهو كده نازل كده يا جيمي، نقوم حاطين له شويه قهوه كده من فوق. ايه اللي بيعمل الكلام ده كله؟ طريقه الضرب نفسها، اللي هو حطينا الاول القهوه مع السكر وضربناهم، بعد كده حطينا التلج، وبعد كده حطينا اللبن، فعمل فوم زي ما حضرتك كده شايفه. نشرب بقى بالهنا والشفا، حاجة محترمة قوي. القرفة مع الـ مع الـ مع القهوة بيعملوا ميكس جامد بصراحة، يعني بيعملوا طعم حلو جدا، والفوم ما بيهبطش، هتلاقي ايه يفضل كده شوية زي ما حضرتك كده شايف. يعني بص احنا حطينا الفوم، بصي هو طالع بره الكوباية على فكرة، بس هيفضل شوية كده وبعد كده تلاقيه يهبط معاك، ده طبيعي طبعا.